بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم ومساكم بكل خير. أخباركم يا رب طيبات. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا، رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صل وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخباركم يا رب طيبات، يا رب بخير وصحة وعافية. وحشتوني واشتقت لكم قد الدنيا. يلا لايك صغير، جيبي حاجة تشربينها، فيديو اليوم مرة مميز، تعالي معاي خلينا نبدأ. اليوم بإذن الله تعالى حابة أوريكم مشترياتي من شيء خلاص وأخيرا يا بنات للبيبي الجديد. الله يا رب يجيبه بالسلامة إن شاء الله، والله يا رب كذا يقومني بالسلامة يا رب يا كريم أنا وجنيني بإذن الواحد الأحد، والله يا رب يطعم ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة. طبعا أنا الفيديو هذا أول مرة أصوره عندي بالقناة، الكل اللي متابعتني عرفتني متأخرات بالحمل، عارفة أني متأخرة بالحمل، قعدت بعد سارة ما يقارب 6 سنوات تأخرت يعني. فالحمد لله عطايا رب العالمين كريمة، عطايا رب العالمين عظيمة. واللي حابات يعرفون الحمل وما الحمل، يعني هل انا حملت انابيب طبيعي ما طبيعي، لا الحمد لله حملي كان طبيعي من فضل رب العالمين علي، لا رحت المعالجه ولا شيء، اللهم اني التزمت بنظام صحي، قطعت السكر الابيض، تمام؟ طيب الحين تعالوا خلوني اوريكم الاغراض. ممكن البعض يقول لي يا مسارة تاخرت بدرتي حيل بشراء الاغراض، شوفوا لانه كان جايني كوبون كبير من شيء، او كان جاي قسيمه شرائيه كبيره من شيء، فاضطريت انه اخذ من عندهم اكيد، لانه حرام مثلا اخذ بمبلغ 3000 4000 ريال هديه جايتني من عندهم اروح اشتري فيها اشياء مالي بحاجتها. فقلت لا، خذيت اغراض لصارونا للمدرسه وخذيت كمان اغراض للبيبي. يفترض فيديو صارونا ينزل اول لانه هو اللي تصور اول كرتون انفتح قدامكم، بس بناء على تصويتكم وطلبكم قلت يا ام ساره نبغى اغراض النونو، انتم مره متحمسات، جتني تعليقات احنا يا ام ساره خوات خالات هذا البيبي الجديد حيل متحمسات له. اي والله انكم خواتي، والله يا رب تجيبوا على خير، والله يا رب اي وحده تسمعني نفسها بالذريه الصالحه روحي الله يطعمك يا رب من واسع فضله. يلا كذا حيل متحمسه، تعالوا نبدا. طبعا يا بنات انا ما اخذت لا بناتي ولا ولادي، خذيت لون محايد خلاص. لما اتاكد من جنس الجنين لسه طقم الاستقبال ما جبته، طقم استقبال لما يجوني الناس ما جبته، ما جبت الاشياء اليوميه اللي يلبسها بالبيت، الشنطه وما الشنطه والاشياء هذه، بطانيات وكذا، ما جبت اشياء، جبت بناتي وجبت ولادي بيني وبين، بس ما ركزت على حاجه محدده لاني انا الى الان ما اعرف جنس الجنين. الموعد الجاي باذن الواحد الاحد بعرف ان شاء الله هو بنت ولا ولد ان شاء الله، واللي يجي من ربي اكيد حياه الله. يلا نشوف اول طقم انا خذيته. بسم الله الرحمن الرحيم، اوريكم اول طقم. بسم الله شوفوا اول طقم، خي انت البس مره صغير مره متحمسه يا بنات. شوفوا هذه اول حاجه خذيتها، ايش رايكم؟ خذيت هذا هذا خذيته نيوبور خلاص، اللي هو من 0 لـ1. يفترض انه انا اخذ ما اخذ من 0 لـ1، شوفوا هذا السايز تمام، يفترض انه انا ما اخذ من 0 لـ1، بس حبيت بعض الملابس تكون حلوة عشان لما يجيني احد مثلا البسه هذا اللون. طبعا لو تلاحظون اللون ولادي بس عليه ورد، بس حبيت منظره حيل، ما ادري ادري البعض يقول يا ام سارة بناتي، بس يا بنات مرة عجبني. ومن تحت شوفوا كيف الرجول من هنا مسكرة، مرة حلو الاول شهر بس حيل حبيته. والطقطق جاي كذا مع جنب، خلوني اشوف الطقطق حلو ولا لا. اشوف اي مرة حلو الطقطق، حلو وسهل شايفين. ويجي معايا بنات قبعة، هذه القبعة خلوني أوريكم، هذه القبعة كذا تربط ربط على الركبة ويطلع من هنا وجه الطفل. يا دالة بس الله يجيبه على خير إن شاء الله، شايفين كذا تمام، شايفات كيف مرة يا بنات أعجبني حيل حلو، مرة أعجبني ومرة جميل. والخامة بطلة، لا حلوة الخامة، شوفوا الخامة حلوة وباردة تمام، مرة جميل. هذا قلت لكم يناسب من 0 إلى 1، طبعا واضح انه مقاس مولود جديد، هذا احتمال احتمال البسه اياه بالمستشفى اللي هو يطلع من غرفة الولادة على طول يكون لابسه، احتمال هذا اللي يعطيهم اياه، لانه حيال عاجبني واحسه حلو الاستقبال المستشفى يشوفها ابوها او ابوه يشوفها يعني زوجي اول مرة، احسه مرة حلو وهالي يكونون معاي وكذا، مرة جميل. يلا نشوف الطقم اللي بعده.
خذيت هذا كمان، هذا إذا الذاكرة ما خانتني هذا قطن 100%. ركزت يا بنات على اللي قطن 100% صراحة، قليل اللي ما خذيتهم قطن 100%. شو إيه هذا قطن، شوفوا هذا كمان أتوقع كان نيوبور، أتوقع بعد شوفوا مرة حلو هذا البنطلون، شايفين كمان الرجول مقفلة من تحت، واضح إنه حق مولود جديد. وهذا يا بنات القميص، يا قلبي وشو هذا، شوفوا اي هذا يا بنات نيوبورن، لا هذا من 1 لـ3، هذا مو نيوبورن، شوفوا من 1 لـ3 شايفين. وهذا يا بنات القميص، ايش رايكم؟ مرة حبيته، مرة انيق ومرة حلو. اوريكم القميص من هنا، شايفين حيل حلو، ازرار من جنب كذا. طبعا لو تلاحظون اللون لا هو بناتي ولا هو ولادي، يعني اللون محايد خلاص. اتوقع هذا يلبس اول شهر الى ثاني شهر، ما يزود ما يوصل الى 3 شهور، ما ادري، احسه يعني صغير مرة. ايش رايكم؟ كمان حيل اعجبني، يا قلبي مرة صغنونات، ما توقعتهم كذا. طيب خلونا نطويه ونشوف. طبعا هذول اكيد كلهم لازم انا ايش اسوي، بعطيهم غسلة بالغسالة باذن الواحد الاحد، وبعدين اكويهم علشان اكيد لازم ينغسلون. كمان خذيت هذا، شوفوا هذا عبارة عن مهاد، او احنا نسميها قماط، مقاط معلش مقاط، نسميه مقاط خلاص. خلوني افتحه، الله الخامة تجنن تجنن تجنن، شوفوا يجي معاه قبعة، هذا هو يا بنات، الله الخامة جميلة، هي عبارة عن المقاط، عرفتوا اللي تحطون الطفل فيه وتلفونه تخلونه كذا، انتم اكيد الامهات عارفات تفتحونه على شكل مربع. انا هذه مره مضايقتني، خلوني اشيلها كذا، شوفوا تفتحون هذه على شكل مربع، مربع طبعا مو مستطيل، تحطون الطفل هنا تمام، بعدين ترفعون المثلث اللي من تحت، وبعدين تلفون، وبعدين تلفون تخلونه زي السندويشه، عرفتوا؟ مره الخامه قطن يا بنات وبارده، شايفين حيل حبيتها، عليها فيل صغير مع بالون، كلها اشكال افيال يعني خلاص. وهذه القبعه يا بنات، شايفين ما احلى بالمرة حلو هذه القبعة، ما تمغط زيادة، لا خفيفة يعني، بس مرة جميل وحلو حبيته. خذيت هذا كمان، هذا يناسب من عمر من 1 لـ3 برضو، خلوني اوريكم، هذا لونه ازرق، قلت لكم شكلت، خذيت كذا وخذيت كذا. شوف هذا البنطلون، شايفات يا بنات هذه، وين اسم الرصع نوط، وشو هذا؟ شوفوا هذا البنطلون من تحت الرجول مسكرة، شايفين؟ ومن هنا يا بنات هذا خصر، مرة جميلة القماشة، فخم فخم صراحة، هذا حيل فخم، شايفين هذا البنطلون كذا تمام. أنا ماني مرتاحة مع هذا يا بنات، مرة يرتفع، خلوني أغير وأجي. خلاص شوفوا هذا شكله يا بنات، مرة جميل ومرة حلو، ما ادري هذا قطن 100% ولا وش، الصراحة الخامة عجيبة، خلوني اتأكد، خلوني اتأكد، ايه بنات ايه قطن، قطن 100%، قطن 100%، خلاص توقعت انه قطن. هذا يا بنات البنطلون، ويجي معاه كمان شوفوا معاه قطع كثيرة، هذه القميص، البنطلون شوفوا هذا القميص حيل حلو، في ربطة مع الجنب من هنا، ما أدري هذه وشي، وين الربطة الثانية؟ لا أعلم أين هي الربطة الثانية من ورا. هذا يربط كذا يعني، غريبة ليش كذا، هذا يفترض يربط من داخل من هنا، ما أدري كيف كذا، أنا ماني عارفة، غير أرجع للموقع. المهم هذا شكله حيل جميل، يجي معاه كمان كيس، هذا الكيس تحطون هنا ملابس النونو الطقم، احتمال هذا اخذه بس ما ادري، يمكن تطلع بنتي تطلع ازرق، ما ادري الله اعلم، بس حيل حبيته، ما كان في الوان ثانيه، تمنيت لو في برتقالي ابيض، ما كان في الا ازرق. وهذا الكيس حقه، وكمان هذه القبعه، القبعه حسيتها كبيره شوي خلاص، مره حلو. يلا خلونا نشوف اللي بعده.
خذيت هذا لونه أخضر. بسم الله الرحمن الرحيم. أي بنات، هذا بربيتوزين واحد، شوفوا يجون طقم اثنين مع بعض، توينز يعني اثنين، هذا واحد. الله الخامس جن، هذا واحد لونه أخضر. هذا من كم؟ من صفر لواحد، هذا نيوبورن خلاص. هذا واحد وهذا الثاني، شايفين؟ واحد أخضر وواحد رصاصي، الرصاصي سادة ما عليه شيء، تشوفون ما عليه ولا حاجة. والأخضر يا بنات عليه زي الكوالا من قريب، شايفينها؟ مرة حلو كمان، عجبني خامة الأخضر أحلى من خامة الرصاصي، ما أدري كيف كل واحد له خامة صراحة، بس لا مرة حلو. والطقطق شوف، لا الطقطق حلو كمان، ممتاز مرة عجبني. طبعا لو تلاحظون من هنا ما في طقطق على الرجول، أنا ما انتبهت لهذا إنه ما في طقطق من هنا، بس ما يخالف، حق أول شهر وبعدين خلاص، فهمتوني؟ يعني حق نيوبورن وبعدين خلاص، هذول يجون اثنين مع بعض، تمام. هنا خذيت هذه البطانية لونها أبيض، ما شاء الله تبارك الرحمن، اتجنن ايش هذا، حلوة حلوة يا بنات، كبيرة حيل حلوة. شوفوا من هنا، هي مخمل تراها على فكرة، البطانية مخمل، حلوة مرة، حلوة مرة جميلة، كبيرة ترى، شوفوا حلوة، حتى سعرها ما كان غالي، خذوها يا بنات هذه على ضمانتي، مرة جميلة للطفل، حيل حلوة، تحسونها كذا كأنها قطن، كأنها ثلج، فاهمين علي؟ تخيلت أنا هذه وتخيلت معاها هذه، كل لابس هذه من داخل، يطلعون مرة حلوات مع بعض، مرة أنيقة مع القبعة على المزركشة كذا، تطلع مرة حلوة، لا حبيتها. خذوها هذه، أتذكر كان في منها ألوان، كان في الوجه لون والبطان لون، أنا ماني عارفة، أتوقع كذا بس، أتوقع ما أدري، بس أذكر كان في منها ألوان. طيب نشوف اللي بعد كذا، شوفوا خذيت هنا، خذيت هذا، هذا يا بنات كان قطن 100%، حلو يا قلبي، شو هذا؟ هذا من واحد الثلاثة، واضح؟ اي شايفين يا بنات، خذيت هذا حيل عجبني كمان، مرة جميل، عليه من هنا أرنب بدون أي ملامح، ومن هنا في طقطق للأخير، وهنا ربطات، هذه ربطة وهذه ربطة، إيش رأيكم؟ ما تحسونه أزرق صريح، تحسونه أزرق بحري، ماني عارفة وشلون، والطقطق حقه حلو جميل جميل، هذا يا بنات قطن 100%، مرة حبيته، من أحلى الأطقم اللي خذيتها، حيل حلو، جميل جميل، من قلب حلو يعني. خلاص طبعا انا مو كل هذه الاشياء ابغى اجيب اللي شريتها، لا بشتري كمان، بس بعرف اول جنس المولود علشان بناء عليه اخذ كم طقم زهري ازرق كذا يعني اشكل، فهمتوني؟ هنا خذيت هذولا اوريكم، بسم الله الرحمن الرحيم، شوفوا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، هذول ست مرايل حقات الرقبة، خذيت أبيض سادة قطن، في من هذول قطن يا بنات 100%، وفي من هنا طقطق في توسيع وتضييق إذا أنتم حابين. خلاص خامتهم حلوة وبطلة، ومي رقيقة، لا مي رقيقة، سميكة، تحسون القطن مدبل كما لازم تاخذونه، هذه اللي عندها بيبيات خذيها على ضمانتي، حتى سعرها مو بغالي. وانا ام ساره مع الاطقم العاديه، مثلا طقم زي كذا كذا، احب البس الابيض الساده، ما احب الالوان، فخذيت ست حبات مع بعض، تمام كذا يجي شكلهم عشان اللي حابه تجيبهم، حلو. طيب خلونا نشوف اللي بعده، خذيت كمان، خذيت هذا، بسم الله الرحمن الرحيم، شوفوا خذيت هذا، هذا عبارة عن بربيتوزين مع بعض، اثنين أفرولات مع بعض، أفرولات، هذا واحد أبيض سادة حيل حبيته، كمان نفس الخضر، ما في من هنا طقطق، فهمتوني؟ هذا أبيض وهذا،
هذولا كمان خذيتهم للنيوبور. انا عارفه تقولون يا ام ساره الطفل يكبر بسرعه اول شهر، انا ادري، انا يا بنات ولادتي بسارونا ولدت لحالي، امي ما كانت عندي خلاص، ولادتي هذه امي عندي بس ما ابغاها كل ما توسخ شيء تروح تغسل، برغم انه راح يكون معي عامله بس باخذ عامله من راحه لمده شهر، امي عندها عامله برضو بس ما يخالف، ما ابغى اشقيها صراحه بالغسيل، فقلت خلني اخذ ملابس كثيره من مره حقت نيوبور علشان ما اتعب امي بالغسيل. فهذا نفس الاخضر بس تحسونه بيج، شوفوا هذا واحد وهذا واحد، تمام. طبعا انا ما انصح من هنا ليكون بدون طقطق، بس انا خذيتهم من اول شهر، بس اول شهر وخلاص، ابيض وابيض وبيج، تمام. خذيت هذا كمان، خلوني اوريكم، هذا مره كنت متحمسه له، شوفوا هذا كمان نقاط يلف في الطفل، شايفين يجي قطعتين، الله مرة حلوة الخامة يا بنات، مرة حلوة، يا الله ينوكل، شوفوا تحطونه كذا وتلفونه، تلفون البيبي طبعا يتوسع يصير أكبر، بس أنا مو حابة أفكه عشان محوسه، حلو كذا، وخامته يا بنات قطن حلوة، وهذه يا بنات الطاقية، شايفين مرة جميل، الطاقية عادي فيكم تفتحونها تمام وتوسع اللي انتم حابين، حيل حبيته من جد من جد حلو، هذا من احلى كمان الاطقم اللي خذيتها، فيكم تلفونه بالبطانية البيضة بيطلع تحفة، بيطلع حكاية. طبعا زي ما تشوفون الالوان انا ماني مركزة على لون محدد، تشوفوا البنت عادي تلبس ازرق بس الولد مو عادي يلبس وردي، فهمتوني؟ فقلت اخذ اشياء اللي عادي يلبسونها اثنين مع بعض، بس لما اتاكد من جنس الجنين اذا هي بنت باخذ اشياء وردية اكثر، وإذا هو ولد أحس إن الأغراض بتكفيني أول 3 شهور يعني، ما أدري، فهذا أمره إلى الله. خلونا نشوف اللي بعده. خذيت هذولا كمان، هذولا يجون 3 مع بعض، هذولا من أول شهر ل3 شهور، شوفوا يجون 3 بيبيتوزات مع بعض، 3 أفرولات. هذا الأفرول الأول، شايفين هذا الأول يا بنات يجي كحلي، أوريكم هذا هو يجي كحلي، خامته تجنن، يجي كحلي ورجول من تحت فيها طقطق ومسكرة. أنا بالعادة التسكيرة هذه ما أحبها للرجول، أنا تقيد بالمقاس، بس يا بنات أنا ولادتي راح تكون بإذن الله تعالى بآخر الشتاء على دخلة الربيع، يعتبر بسكاكة عندنا برد، لسه برد، فأنا بولد بالبرد يعني، فخذيت أشياء تقفل الرجول أدفى يعني، وإذا حسيت أنه كبر برجع أشتري له أكيد. خلاص شايفين كيف مرة حلو، لا مرة جميل، وفي جيبة من هنا، هذا أول كحلي، هذا حق خريز السجون الله يربي يبعدوا عن السجون إن شاء الله ويبعدها الله أعلم. شوفوا هذا الثاني كحلي مخطط بأبيض، هنا في رصاصي، هذا الجيبة رصاصية، وهذه هنا من هنا تنقطق، تمام. كمان الرجول يا بنات مسكرة عشان رجولها ما تطلع زين. طيب أشوف اللي بعده، هذا كمان الثالث عفوا ابيض والجيبه رصاصيه، تمام، والايد من هنا رصاصي، شايفين، ومن تحت طقطق بعد، والخامه يا بنات تجنن تجنن تجنن، بس زي ما قلت لكم اكيد اكيد بغسلهم ان شاء الله باذن الواحد الاحد، هذول يجون 3 مع بعض. خلونا نشوف اللي بعده، خذيت هذه بطانيه، لونها بني، حسيتها مع الطقم هذا اللي تحت بتطلع خنفشارية مع هذا الطقم، شوفوا هذه البطانية صوف تحسونها محيوكة حياكة، الله تجنن يا بنات حيل حلوة. خلاص وهذا يجي معها، قلت ألبسهم مع بعض يجي مرة حلو، ايش رايكم؟ حسيته راح يطلع مرة أنيق، لا حيل حلو يا بنات، أو مع البيج بعد اللي انتم حابين، بس البطانية تحسونها تريكو اللي هو صناعة يدوية تحسونها، شوفوا مرة حبيتها، تراها مي كبيرة ممكن تشيل معاكم إلى 3 شهور وبس، ما راح تاخذ أكثر من كذا، ما هي كبيرة زيادة، ممكن تغطينه بها إذا نام إيه، بس إنك تلفينه فيها أتوقع 3 شهور 4 شهور وخلاص، تمام. بس حلوة، أنا ما أحب البطانيات اللي تجي مرة كبيرة، لما تشيلها بإيدك كأنك شايلة طرد، لا كذا تكون ناعمة وأحسن يعني أفضل،
طيب خذيت بعد كذا، خذيت هذا، خلوني اوريكم اياه. ظهري صار يوجعني، شوفوا هذول خذيت منهم اثنين، خلوني اجيب الثاني. هذا الثاني يمكن اشوف، لا انا هذا ماخذ منه اثنين، خلوني اجيب الثاني واجي. شوفوا هذا واحد ما كافي غير ازرق وابيض، بس هذول انا احبهم اشهر الولادة، اول شهر احسهم مره حلوات. شوفوا يجي كذا حتى يوصلون الى ثالث شهر، تمام. يلبسون تحت تحت المقاط مره حلو. شوفوا سادة ما فيهم ولا شيء، هو عبارة عن روب خلاص. من هنا في ربطات مع الجنب، هذا قطن يا بنات 100%. ومن هنا هذه تلفونها كذا عشان تغطون ايد الايد البيبي عشان تتدفى. حيل حبيتها الخامة يا بنات، تجنن. ما في من هنا، شوفوا ما في طقطق من هنا، لا بس تسكرونه تسكير، تقفل تكفيل عليه. حيل حبيتها هذه الاولى. وكمان خلوني اقرب، كمان خذيت الابيض. خذيت كمان زيها ابيض، هذه الابيض شايفين ازرق وابيض، اثنين زي بعض. حسيتها راح تطلع حلوة. طبعا زي ما قلت لكم الملابس هذه بإذن الله تعالى كلها راح أغسلها بإذن الواحد الأحد. اليوم راح أحطها بالغسالة، تأخذ لها غسلة كذا، غسلة بدون أي صابون بس بمي، لأنه أصلا بس ما أبغى هيمي وسخة، بس أبغاها أخلص من تلمس الإيدين اللي فيها بس، وأطويها وأرفعها بإذن الله تعالى إلى وقت ولادتي، أو إلى وقت بإذن الله تعالى نفرش غرفة البيبي مع بعض بإذن الله تعالى إن شاء الله، ونشيل دولاب ودروج، بصف كل الأغراض هذه فيها بإذن الله. كمان خذيت هذه أوريكم، هذا يا بنات طقطق. شوفوا خذيت نصكم، ما خذيت حفر، لا نصكم. هذا قطن 100%، شوفوا شايفين مرة حلو. هذا واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. خلوني أوريكم الخامة وشلون اتجنن. هذا قطن زي ما قلت 100%، واضح إنه قطن شايفين. ومن هنا طقطق، لا جميلة جميلة. شوف الطقطق معدن حتى، ما هو بلاستيك، حاجة كد خلاص. حلوة يا بنات حيل حلوة، شايفين خذوها على ضمانتي. كان في حفر وكان في بكم، انا خذيت نصكم تمام. طبعا هذولا اذا ما كفوا برجع اشتري الداخليات، لانهم مره مهمات مره مهمات الداخلي، فيجون مع بعض خمس حبات تمام. هنا خذيت هذا برضو تحتكم اياه، هذا من شهر لثلاث شهور. ليش ما يبغى يفتح؟ الله مرة حلو. هذا بيج سادة ما فيه ولا أي شيء، شايفين ما فيه ولا أي حاجة، بيج سادة. يجي من هنا في توسعونها تضيقونها زي ما تبغونها أضيق، ما يخالف. يجي هنا تبغونها أضيق ما يخالف، في من هنا ثنتين للتضيق وتوسع، ومن تحت في كبسات خلاص علشان التغيير. هذه من شهر الثلاث شهور، وهذه يا بنات كانت قطن 100%. حلو. طبعا بتقولوا لي يا ام ساره برد وما برد، انا بنات بلفه ببطانيه اكيد، وبلبسه يعني بلفه ببطانيه وخلاص، هذا وشربات وقبعه وخلاص، انا ما احب الكتمه، اهم شيء انه يدفى يعني. حلو الحين حبيته صراحه، هذا من الاطقم الحلوه. خلوني اوريكم اللي بعده، خذيت هذه كمان حبيتها. شفت اللي محتارة ما أدري بنت ولا ولد، إيدي هنا وإيدي هنا ما أدري. هذه مرة حبيتها، قلت حتى لو ولد يعني بلبسه شو أسوي، مرة عجبتني. شوفوا القبعة يا بنات وردية، مخطط خطوط بيضة وخطوط وردية شايفين تمام. وهذه اللفة، إيش رأيكم؟ حيل حلوة، مرة أنيقة يا اخي. اغراض البنات تفتح النفس، اغراض العيال تسد النفس. اغراض العيال ما فيها شيء مميز، اغراض البنوتات ورود دباديب ما ادري ايش، حلوه
هذه كمان مقاط تلفونه فيه، وهذه كمان القبعة يجون طقم مع بعض، حيل حبيتهم. شوفوا أناقتهم، حتى مع البطانية بيضة بيطلعون مرة حلوات. خلاص طيب نشوف اللي بعده. خذيت هذه، هذه كمان، شايفين هذه كمان عفرول، في من هنا كباسة، في من هنا ربطات، ومن تحت فيها طقطق. حلو، حيل حبيتها، خامتها صراحة حلوة، الخامة تجنن. شايفين يا قلبي، هذا كبير، هذا يلبس إلى 3 شهور أو 4 لو تبغون، مقاسه كبير. هذا العرض حقه من هنا كبير، فأنتم إذا خذيت ولا تكبرون المقاس لأنه ترى كبير هذا. خلاص شايفين مرة حلو. طيب خلونا نشوف اللي بعد كذا، بقى حاجتين خلوني أجيبهم عشان أوريكم إياهم. خذيت الشنطة هذه، هذه عشان لما أطلع أخذ فيها غيارات البيبي، غيارات الطفل. طبعا شوفوا خذيت شنطة ترى حجمها مرة كبير، خذيت كبيرة علشان كمان غيارات سارة، باخذ سارة معي غيارات. حلو، فيها من هنا جيبة، في جيبة من هنا، وفي جيبة من هنا، في جيبة من هنا، وفي جيبة من هنا. تمام، في سحاب من هنا، هنا ما في سحاب، وفي كمان من هنا زي ما تشوفون. والحلو فيها، في من هنا يا بنات، لحظة خلوني أفتح أكمل لكم. في من هنا كمان جايبة كذا، حلو، وهنا خانة، وهنا الله مرة كبيرة تشيل كل شيء. شايفات يا بنات، هنا شوفوا تحطون اللي تبغون، هنا تحطون اللي تبغون، هنا فيها جيبة. شوف الجيبة هذه، ما أدري واضحة معاكم ولا لا، ما أدري، تحفظ الحرارة عشان لو حابة تحطين الرضاعة، حاطينكم فيها البلاستيك اللي يحفظ الحرارة. وهنا كمان نفس الشيء عشان الرضاعات، وهنا وهنا كمان جيبات. خلاص، وكمان يجي معاها العلاق، العلاق فيها كمان حقة الكتف، شايفينها عشان تشيلونها على الظهر، تحملونها يعني. حيل يا بنات حبيتها. ومن هنا شايفات فيها هذه، حابة تحطين اللهاية، حابة تحطين أي شيء هنا عشان ما يضيع. مرة حبيت، حيل حلوة صراحة، جميلة جميلة جميلة، ما ندمت أبدا أنا خذيتها. ليش خذيت سودا؟ عشان لو حبيت أسافر مثلا، حلو، ما تشذ عن عبايتي، ما أحب تطلع زهرية وردية، أطلع مبهدلة بالمشي، لا تطلع مرة مرتبة. فخذيت أسود، وخذيت لون محايد، شيء سارة بنت والطفل الثاني ما أدري وشو، بس إنه الاثنين يعني يناسب. حجمها صراحة حلو، أنصحكم فيها من قلبي، جميلة. تمام، آخر حاجة خذيتها، خذيت أحلى شيء بالطلبية اللي هو هذا، خلوني أفتح لكم إياه. شوفوا يا بنات، خذيت هذا علشان الطفل، شوفوا هذا من هنا بأزرار، خلوني أوريكم. شوفوا هذا كذا، هنا في أزرار بعد، هذا كله يصير أزرار من هنا وأزرار من هنا، تسكرونه وتدخلون الطفل هنا، وهذه قبعة على الطفل علشان هو نايم ومن داخل مبطنة فرو. شايفين حيل حلوة، هذه خذيتها علشان المستشفى، لو طلعت من المستشفى أشيله فيها. شايفين ما أحلاها، حيل حلوة، كيس عشان الطفل ينام فيها، ودافية عشان ما يبرد إذا طلعت من المستشفى أو رحت أي مكان. حيل حبيتها، بس خذيتها على أساس أول يوم، أنا خذيتها على أساس أول يوم ألبسه هذه وأنا طالعة من المستشفى، خلاص وطقم من البيجيات مثلا، هذه مثلا، هذه أي طقم من البيجيات يكون لابسها. ما أدري حبيتهم صراحة، بشوف إيش آخذ معاي للمستشفى،
بس حيل جميل. هذا كان فيه منه رمادي بعد، بس انا حبيت اللون البيج. لو طلعت بنت مثلا اخذ الطقم هذا لبسها هي يطلع حلو، لو طلعت بنت، لو طلع ولد بيكون مناسب للاثنين يعني. فحيل حبيتها. بنات تراها تشيل الى عمر تقريبا الى عمر 3 شهور. شايفين حيل حلوه. كيس هو في من هنا زي هذه من تحت، هنا في قرون صغيرات. وبس يا بنات، هذه كانت كل طلبيتي من شي ان. الله يا رب يجيب الطفل سالم معافى باذن الله تعالى، والله يا رب يرزق كل مشتاق ذريه الصالحه، والله يا رب يطعم كل مشتاق ذريه الصالحه يا رب يا كريم. ادعوا لي الله يقومني بالسلامة إن شاء الله أنا واللي في بطني، والله يا رب يرزقكم جميعا. واللي عنده عيال الله يا رب يحفظ لها عيالها. إذا حبيتوا تطلبين من شيء لا تنسين تستخدمين كود الخصم حقي، بخلي لكم إياه على الشاشة من فوق للي حابة تستخدمه، برضو بخلي لكم إياه بصندوق الوصف وأول كومنت مثبت. لا تنسيني باللايك، وإذا حبيتي قناتي حياك الله عندي بالقناة، طقي عندي اشتراك، واستنوني في فيديو بكرة بإذن الواحد الأحد. رب اجعلني خير مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مع السلامة.